Blamed, criticized over the years for either funding or allowing sympathetic sheikhs, mullahs, sympathetic rich people to fund these movements. We have to see the difference between movements. I know that in America and some countries, they look at some movements as terrorist movements. In our part of the region, we don't. العاصمة قناة اقتصادية برؤية اجتماعية. تبرز الوجه الاقتصادي للعاصمة ورؤية أبو ظبي 2030. إضافة إلى جوانب ثقافية وترفيهية. قناة العاصمة صنعت في أبو ظبي. كل حارة في الشام فيها أسرارها، لا أحد يعرف ماذا يختبئ خلف أسوارها. عندما يغيب الوفاء ويحل مكانه الغدر، يضيع فيها الحق ويحل مكانه الشر. تبدأ النزاعات ما بين الناس على السلطة والمال، ويكثر فيها الفساد والاحتيال. يعني بدك يانا نضل قاعدين عم نستنى ليروح عرض المرأة، ما هيك؟ يلي بده يأتي سمعتها وشرفها روحوا لأخذها منه. أخي كل أهل الحارة لازم يحسبوا حسابهم مشان يوقفوا بوشه. إيه راحة الحارة. لكن لا بد للحقد أن ينتهي، ولا بد للظلم أن ينجلي. طالما اعتبرت أرض الإمارات أرض الطيبة وسحر التناقضات التي اجتمع فيها البحر والصحراء والواحات، تلك الأرض التي خبرت صبر أهلها ليتكيفوا مع خيراتها الشحيحة آنذاك، وكانوا في صراعهم مع الحياة أمام رحلتي الصيف والشتاء والتنقل بين واحتي العين وليوة، حيث الزراعة والنخيل وأفلاج المياه والبحر الذي شكل لهم مصدر رزق من خيراته ولؤلؤه. بدأت رحلة التحدي منذ آلاف السنين، منذ أن بدأوا يجرون المياه إلى أراضيهم ليقهروا الصحراء التي تشكل 70% من مساحة أبو ظبي، ولا يزال التحدي متواصلا حتى يومنا هذا. إنه الرهان الصعب أمام ازدياد عدد السكان من المواطنين والوافدين،